السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي. قام البيت الثقافي فيلم سيب المتمثل بالأستاذ منتظر الحيالي بزيارة إلى منزل الشيخ الدكتور كاظم جواد الحمداني لغرض الاطلاع على تاريخ جسر المسيب، مدة إنشائه وكيفية إنشائه. كونوا ويانا حنوافيكم بكل التفاصيل المهمة. شكرا لكم دكتور. حبيت أسألك، متى بدأ إنشاء جسر المسيب القديم؟ جسر المسيب القديم بدأوا به بال 1934، اكتمل إنشاءه وافتتح بال 1937. هذا التاريخ اللي معلوماتي حوله من أبوي الله يرحمه ويرحم والديك، يعني مدة العمل فيه بحدود نقول بحدود الثلاث سنوات على الإمكانيات اللي كانت بذيش الفترة، يعني اللي متوفرة. صح، هو منشأ إنجليزي، شركة بريطانية اللي هذا، بس حسب إمكانيات الـ 1934 والـ 35 طبعا مو إمكانيات هسه اللي موجودة، بس هي إمكانيات معتيادية، ابدا معتياديه، يعني يعتبر منجز في وقتها. والغايه من انشاء الجسر هذا المكان تحديدا في قضاء المسيب، قضاء المسيب من ما قبل ال 34 وقبلها هو هذا ممر القوافل الزائرين، قوافل التجاره باتجاه المراقد الدينية، باتجاه كربلاء، باتجاه النجف والمناطق الأخرى. والدليل على هذا أنه توزيع محطات الاستراحة، الخانات اللي موجودة ممتدة من ديالى وباتجاه بغداد. نشوف أقرب شيء إنه موجود الخان اللي يسموه خان السبيل اللي بالمحمودية، اللي هسه صار محلات، هذا في وسط المحمودية، هذا واحد من الخانات. خان الإسكندرية لا زال موجودة آثاره، وهذا الخان اللي بالمسيب اللي هو بصوب أبو حمدان، اللي هسه الشارع شطرة إلى شطرين، شطر أيمن وشطر أيسر. الشطر الأيمن اللي بي من ضمنه هاي المحلات ومعمل الثلج بي، والشطر الأيسر، وتمتد إلى الخانات الأخرى. هاي كلها خانات متشابهة الطراز، هي محطات استراحة للزائرين. زين دكتور، التصميم الهندسي لإنشاء الجسر هكذا تم إنشاء باستدارتي، أي شنو الغاية؟ ممكن توضح لنا موضوع هاي الاستدارات للجسر؟ طبعا التصميم الهندسي للجسر، ومن تجي من جانب انه شركة بريطانية من تصمم جسر، ماكو شركة بريطانية تصمم جسر باستدارتين. ليش ما كان مستقيم؟ ما ممكن، هو الجسر هو اساسا باستقامة، مستقيم، جسر مستقيم بذيش الفترة، هاي امتداداتها تصير على هالاساس هذا. بس اللي صار انه مصمم الجسر وكامل، وبدأ الإنشاء به، بدأ طرق الركائز مالته بالبداية، وبدأت الإنشاءات شوية شوية لحين الوصول إلى المقتربات مالته، المقترب الأول والمقترب الثاني من جهتين. ففي يوم من الأيام، حسب ما سولف لي والدي الله يرحمه ويرحم والديكم، فطلع احنا بيتنا اساسا صاير محاذاه الجسر، تندلع. فيقول طلعت من البيت دا يروح البستان اللي هي هاي لا زالت موجوده قائمه، موجوده هاي خلف من شوفها تندلوها لا زالت قائمه. زين، فلقى مهندس شاب في نهاية الخان عامر صاي، يعني بناء ضخم، مو يعني بهال شلون خان، إذا شايف خان الربع، خان النص، نفس التصميم اللي موجود خان النص بالحيدرية، أو خان النخيلة، نفس التصميم كليتين وعامر بهال. فعنده عدة هندسية ودا يشتغل شغلات مساحة. فيقول سلمت عليه بعد وياه حماتين اثنين
ايش ده تسوي عمي؟ قال لي عمي ده اسوي الامتداد مال الجسر. فمن شاف انه الامتداد مال الجسر مباشرة يطلع بالبيت والمضيف مالته مالتنا زين، ويطلع البستان ايضا كلها ينهي البستان. فقال انزل لمغراضك وانزل. قول قال عم بدي اكمل شغله انا، شلون شنو انزل؟ قلت لا عم مالك علاقه انت، لمغراضك وانزل مالك علاقه. يقول نزل بكل احترام لمغراضه وذول هذا وراح. والدي كان الله يرحمه والدي الوكيل العام من زمان، الوكيل العام لكل الأملاك مال بيت كبة اللي هو هنا هذا الخان، هو تابع لهم مالتهم إيراداته لهم، وأيضا عندهم أملاك بالصوب الثاني هاي ممتدة من الحسينية، الحسينية من ضمنها الحسينية وما خلفها وما حولها كلها هاي بساتين مالتهم أملاكهم أملاك بيت كبة، وهو وكيلهم العام. بحكم العلاقة الحميمة والوكالة اللي هم يعني هم الناس هم في بغداد يعني مو هنا، فما ينطون وكالة عامة لأي شخص إذا ما واثقين كل الثقة به بهالخصوص هذا. فيقول رجعت للبيت بدلت ملابسي، سيارات كانت قليلة جدا محدودة يعني وحاد يعني، قول دزيت على سيارة وخذتها ورحت لبغداد. راح لوزارة في وقتها في وزارة العدل، كان إبراهيم كبة وزير العدل هو من ضمن اللي وكالة على أملاكهم. يقول دخلت للوزارة، الدخول للوزارة وللشخص اللي جاي للوزارة مو مثل هسة يعني، لا يعني الدخول سلس والشخص اللي جاي معروف يعني بهال. يقول دخلت للوزير راح حبيه تلقاني سلمت عليه أهلا وسهلا أبو حاتم. يقول أبو حاتم استريح، طلع من وراء الميز قاعد ببالي قاعد يقول أنا مخطوث لأنه يعني يقول ما بنينا بالمسي وفي صوب البو حمدان اللي سمى هو على اسمنا البو حمدان، وتراثنا من 1720 في هذا المكان في هذا المضيف وهذا البيت والزين في ليلة وضحاها راح ينتهي يعني. فهو قال لي مو على بعضك مخذوث؟ قلت له طبعا مخذوث لأنكم مشكلة خير. قلت له أول مرة أسألك؟ قال لي قلت له أنا وكيلكم العام لأملاكم اللي بالمسير، سمعتوا مني خفت خيانة فد يوم في موضع معين في شيء؟ قال له حاشا. قال لا حاشا، فد قصور معين أحد جاب فشي أنا مثلا قصير من جانب من الجوانب اللي يعني تشير الى الوكاله زين بالموزيان؟ قال لا بالعكس حشا، انت كلك الثقه وكذا من القبيل هذا الحكي. قال له عاد هذا انا جزاتي؟ قال له شنو؟ قال له تسوون جسر بالمسيب، يصير الجسر حتى المقتربات مالته وامتداده لا يخلي لي لا بيت ولا مضيف ولا بستان كله يشيل. يقول قال لي وعلى هاي مخذوث؟ قلت شو ما انخذ يعني علي من بعد انخذ على شنو؟ حتى المسيب بعد ما لي بقى بيها بعد شنو؟ يقول قال لي روح مالك علاقه، اتنغث مالك علاقه. يقول قلت شلون؟ قال له اقول لك مالك علاقه، اعتبر شغله منتهيه. يقول رجعت، يقول هم دزوا بعدين بلغاتها ويا رئاسه الوزراء، دزوا على الشركه البريطانيه، فصار انه التصميم الشركه صار انه التصميم اتغير باتجاه المسار، بس لازم حتى ينطيف الديزاين المقبول، ما ممكن يخلي بين انحراف هذا اللي من جهه صوب المحمدان ومن الجهه الثانيه مستقيمه ما ممكن،
سووا التصميم به هذا الانحرافين لوفتين هاي اللي من الجهتين حتى ينطي ايضا ضمن طراز معماري معين هم ارتؤوا في وقتها بهال. وبالاضافه لهذا انه بحكم العلاقه اللي وياهم ضحى بالملك مالتهم بسبيل هاي العلاقه اللي موجوده، بحيث انه من صار الانحراف هاي الفرمال الجسر قص الخان مالتهم شطره شطرين، ما كان فش لانه كان طريق هذا الخان طريق كربلاء ما كان يمتد قبل. هذا خان بي محط 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 استراحة للقوافل وللزائرين، كان الطريق يفوت بجانب اليسار من يم المقهى مال جاسم عطية الله يرحمه، وياخذ بعدين يسار ويطلع يتصل بطريق كربلاء القديم. كان حتى بنهايته من هنا اكو مغتسل خلف التجنيد، اكو مغتسل واكو مقبرة كانت يسموهم دبس سابقا، ويتصل بطريق كربلاء اللي هو مقابل بالضبط يعني مقابل البوابة مال متوسط السجاد، ويتصل بهذا الطريق غير طريق قديم هذا يتصل إلى كربلاء. وهذا السبب اللي خلى الجسر يصير نعم بالسدارة. نعم، وهذا ثابت يعني موثق، وكل الناس الكبار كانوا يعرفون بالقدامة يعرفون وحيثيات القضية اللي صارت. زين دكتور، كيف أصبح جسر المسيب معلم من معالم القضاء؟ يعني للناحية المادية يعتبر جسر حالة حال أي جسر أي شيء، جسر المسيب بالذات تغنوا به الشعراء والمطربين والفنانين، أصبح أنه يعني حتى في الوقت الحالي من تروح المغرب يقول لك المسيب، يقول لك جسر المسيب. نعم، شلون صار معلم حضاري؟ الجسر اشوفه هو بذيش الفتره لو تحسبها على فن العماره وبناء الجسور في سنين ال 34 وال 35 وال 36 وال 37 هذا فشيء كبناء فالتصميم تصميم ملفت للنظر بامراعي كل الجوانب المطلوبة، ولا زال ما فقد قيمته. أما أنه نعم 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 الأغنية قلت لي على ما الغنوا أتغنوا بي على جسر المسيب سيبوني، طبعا هو نوبات الشاعر الغنائي في بعض الحالات من ينطي كلمات أغنية نوبات تجي من قصة حقيقية. هاي القضية مال على جسر المسيب سيبوني هي جاية أساسا من قصة حقيقية مسولفين إياها. قبل ما يصير الجسر هذا كانت يعني القوافل اللي تجي الزائرين الزوار العتبات التجار اللي يجي يعبر من هنا، هذا نفس المكان مالته مال العبور بس عبارة عن طوافات طوف مشدود بحبال مربط بحبال ومتصلة وعليه خشب وتعبر عليه كان ضيق وتعبر عليه. فبالايام اللي يصير بيها ذوبان ثلوج وفيضان يصير هذا بخطوره يعني، واكثر من مره يعني ينقطع الجسر هذا والحبال. فيقال انه في يوم من الايام وكان المي سريع مجرى المي سريع كانت عبروا زفه عرس عروس وعروسة وأقاربها ويعني وياها وقرب أصدقاء فعبروا في هاي اللحظة في جزء من الجسر هذا اللي هو اللي بالحبال والهذا انقطع الجسر. فشاءت الأقدار مو مثل هسة يعني مو مثل هسة يخلون العروس والعريس بسيارة وسوى وكذا بهالشكل. قبل ماكو هيك شيء، قبل يزفون العروس وبعدين يجي العريس يزفوه بالزين. فهذول الظاهر في مكان ما يعني جزئين مخليهم، فالعروس جزء والعريس في معدهم. فشاءت انه الاقدار يقولون انه انقطع الجسر
الحبال بديش هذا بالزفه اللي بها العروس، فاخذه المي، فيبدو انه العريس شاعر، فقام ينشد انه على جسر المسيب سيبوني هلي واحباب قلبي سيبوني الى نهايه ال. فبعدين الناس وهذا هبت، ودائما اكو زوارق اكو متحضرين بهالشيء هذا، جابوا هذا وسحبوها ورجعوا الهبال وشدوها وعبرت فهاي القصه مال الاغنيه انه جسر المسيب وعلى جسر المسيب سيبوني، هاي قصه حقيقيه. نعم، صوب ابو حمدان ايضا، وهاي تسميتها طبعا موجوده حتى بال يعني بسندات التسجيل العقاري. زين، صوب ابو حمدان هذا موجود من قدم السمة، لان اول من سكنه هو ابو حمدان، اول ما سكن هم اجدادي. زين، اول ما سكنها هو هنا في هذا الصوب، هو ام غير وابو حمود بن جفال الحمدان، والما سكن، واحنا في هذا الصوب بنفس المكان، هذا البيت اللي هذا اللي موجود لا زال موجود من 1720 وعشرين، يعني صار 300 سنه. هذا سكنت هاي هذا المكان وهاي المنطقه، وبالاضافه الى اولاد عمومته من ابو حمدان ايضا موجودين هنا حوله موجودين، فعلى هالاساس هذا سموه صوب ابو حمدان. الغايه من انشاء الجسر قلنا الحركه التجاريه، الحركه التجاريه وحركه الزائرين. هذا ممر، هذا حركه الزائرين، هذا اساسا هو مسار القوافل ومسار الزائرين الزوار، زوار العتبات. ولذلك يعني في وقتها الحكومه من تريد تنشئ جسر لازم يؤدي اكبر ما يمكن وافضل ما يمكن من الخدمه، واللي عليه حركه الحركة الأساسية. وبما أنه هذا مننا هذا مسار، ولا زالت كان سابقا هذني العبارات ويسموها الجساريات والدوب هذا ومننا والممر، فما ممكن تبقى وصارت حكومة باعتبار حكومة ملكية. زين، وما ممكن أنه تبقى على هذني، تبقى هذا مسار يعني مسار الزائرين ومسار حركة التجارة والمسافرين، تبقى على هذني العبارات، ما ممكن. عملية الصيانة الدورية التي كانت تجرى إلى جسر المسيب كانت في بداية الثمانينيات، كانت هناك دائرة تابعة إلى دائرة الطرق والجسور، وهي بناية صغيرة عبارة عن غرفة ومخزن يوجد فيها موظفين معدودين. كانت هناك ترسو دوب تستخدم لغرض أعمال الصيانة، وتحدث الصيانة بين فترة وأخرى، ويتحركون من ركيزة إلى أخرى، يزيلون العوائق كالجذوع والأشجار المقطوعة والنفايات المجروفة. وفي كل أسبوع ينزل الفرات يوم واحد، وفي هذا اليوم يتم القشط والطلاء، وهو يوم من أيام الموسم للركائز الحديدية المغروسة في الماء. أما بالنسبة للمقطع المتحرك الذي يسمى بالقطعة، كانت هناك صيانة دورية، وكانت تتحرك بواسطة عجلة دوارة وسلسلة مرتبطة بمسننات سفلى لغرض الرفع، لكي تمر السفن التجارية بين المدن المحاذية لنهر الفرات. أما بالنسبة للصيانة العلوية، وكانت تشمل صيانة المقطع المتحرك والأرصفة الجانبية للمقطع المتكون من ألواح الخشب. أما الجزء الأوسط كان مسقف بألواح الخشب التي تسمى بالطراويز، وتوضع فوق الحديد الألواح الخشبية وتكون مكسوة بالإسفلت الخفيف. أما بالنسبة إلى مدة البناء فكانت بحدود 3 سنوات بسبب ضعف الإمكانيات التكنولوجية والعلمية آنذاك.